معشر الإخوة، إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، حسمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة. لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، بعث إلى المقوقس حاكم مصر 10 رجال على رأسهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وجعله متكلم الوفد. وكان عبادة شديد السواد مفرط الطول مهابا، فلما دخلت رسل المسلمين على المقوقس هابهم وقال: نحكوا عني ذلك الأسود وقدموا غيره ليكلمني. فقال الوفد: إن هذا أفضلنا رأيا وعلما، مقدم علينا، نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، أمره الأمير علينا وأمرنا ألا نخالفه، وإن الأسود والأبيض عندنا سواء، لا يفضل أحد أحدا إلا بدينه وتقواه. فأومأ إلى عبادة أن يتكلم في رفق حتى لا يزعجه، فقال عبادة: إن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل كلهم مثلي وأشد وأفظع سوادا مني، لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني، ولقد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وأصحابي هم رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا يملك إلا الدرهم، نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ما هو برخاء، بذلك أمرنا الله وعهد إلينا نبينا، تقضى زمن الحل وهذا زمن العقد. وقع الكلام منه موقعا عظيما، فقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام هذا قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله لأهيب عندي من منظره، وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. ثم أقبل على عبادة ليسلك معه طريق الإرهاب في قالب النصح، فيقول: قد سمعت مقالتك، ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا، ولقد توجه لقتالكم ما لا يحصى عدده من الروم، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم فنفرض لكل رجل منكم 2 دينار، ولأميركم 100، ولخليفتكم 1000، خذوها وانقلبوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. تعجب عبادة من هذه العقلية التي لا تعرف ربا غير المال، وقال بصوت كله ثقة وإيمان: يا هذا، لا يغرنك من حولك، لا تغرنك نفسك، لا يغرنك أصحابك، لعمر الله ما هذا بالذي تخوفنا به، ولئن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوان الله وجنته، والله ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من أن نقتل لتعلو كلمة الله، والله ما منا رجل إلا وهو يدعو الله صباح مساء أن يرزقه الشهادة في سبيله، وأن لا يرده إلى أرضه ولا إلى أهله بنصر المسلمين. فانظر، فليست إلا خصلة من 3، اختر أيها شئت، ولا تطمع نفسك في باطل، بذلك أمرني الأمير، وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. قال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء 3؟ فوقع قول المقوقس على آذان صماء من عبادة، ورفع يديه يشير إلى السماء مرة، ويخفضها إلى الأرض أخرى، ويبعثها حرة لا تضيق، بكي يقول: لا ورب هذه السماء، لا ورب هذه الأرض، لا ورب كل شيء، ما لكم عندنا من خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. عندها أذعن وبدأ يشاور أصحابه، فامتنعوا عن الإسلام، ثم امتنعوا عن الجزية، وقالوا: لئن دفعناها لم نعد أن نكون لهم عبيدا، ولا الموت خير من هذا. فقال المقوقس: أجيبوني وأطيعوا القوم، والله ما لكم بهم من طاقة،
وإن لم تجيبوهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين. فأبوا وامتنعوا، فاقتحم المسلمون عليهم أحد حصونهم في هيمنة تكبير ارتجت لها الأرض، ففتح حصنهم وكسرت شوكتهم وذلوا، فلام المقوقس قومه وقال: ألم أخبركم؟ أما والذي يحلف به لتجيبنهم إلى ما أرادوا؟ فلو أن هؤلاء القوم استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتالهم أحد. أطيعوني. فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون.